هسه السؤال يقول دكتور، بس هاي رحم الوالدك، هاي شنو هاي يوزنج نيم سبيس؟ يعني ليش الا نكتب هاي؟ شنو الغرض منها؟ هذه تخليك اكو بعض الكلاسز اللي موجوده بالسي بالهيدر فايلز تخليك تستعملها بطريقه مباشره، يعني تصير ستاندرد فانكشنز تحفظها مثل ما هي في يوم من الايام من دروس الكلاسز راح تفتهم ليش. تمام. هسه هذا كانما هذا هسه منا الى الاخير هذا البرنامج القالب، هذا الفارغ يعني الكليشه مالتنا اللي سميناها، هذا قلنا نحفظها مثل ما هي نصا. تمام، من الانكلود يوزنج نيم سبيس ستاندرد، وراها انتجر مين وقوسين، قوس المتعدد الكبير والاغلاق مالته، وقبل ما ننتهي نسمي ريتيرن زيرو سيمي كولن. هذا هسه احنا كل شيء ما كاتبين، هذا البرنامج فارغ القالب مالتنا. هسه السؤال يقول اكتب برنامج سي بلس بلس رايت سي بلس بلس بروجرام ذات تشيكس اف ذا نمبر از بوزيتيف اور نيجاتيف، يشوف لي الرقم هذا موجب له سالب. تمام، فاحنا راح نقول النمبر راح يجي نسميه دبل مثلا. تمام، وهذا نسميه انترد نمبر، هذا الرقم اللي يتم ادخاله. هسه راح نشوفه نستخدم لاول مره اف ستيتمنتس ونشيك عليه نشوفه موجب له سالب. طبعا راح نشيك نشوف اذا صفر لو مو صفر، يعني اول مره نشوف اذا صفر نقول هذا صفر، اذا لا يساوي صفر فراح نشوفه هو اكبر من صفر نقول عليه موجب، اصغر من صفر نقول عليه سالب. هاي الفكره الاساسيه. تمام، فهسه راح نشيك صار كم اف، صار عندنا كانما اكثر من اف، صحيح اكثر من اف ستيتمنت. فابسط طريقه نقول انه هنا نعرف متغير نسميه ذا انترد نمبر، مثلا ذا انترد نمبر الرقم اللي المدخل، صحيح نسوي له كوبي حتى نستعمله كم مره. هنا نروح نقول له ادخل القيمه، ف نقول له سي اوت انتر يور نمبر مثلا، سي ان راح نقبل القيمه اللي يتم ادخالها، راح نخلي هذا ذا انترد نمبر اللي انا سويته كابي قبل ثواني. هسه هنا تم ادخال القيمه، صار ادخال للقيمه اللي نريد نشوفها موجبه لو سالبه وفق السؤال. احنا قلنا راح نسوي عمليه تشيك اف اف تمام، والاف الثانيه والإف الثالثة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنحل سؤال يشوف ان اول مرة نستخدم اف ستيتمنت، ايش راح نسوي؟ حنشوف الاف الاولى يساوي صفر نسوي اكشن، اذا يساوي اكبر من صفر نسوي اكشن نطبع نقول موجب، اذا اصغر من صفر نسوي اكشن نقول نطبع نقول سالب. تمام، هاي بهالبساطة. فالكليشة مال اف هي هذه اف قوسين، ورا قوس بداية وقوس نهاية. هنا انا شرح نقول اذا يسأل هذا الرقم صاحبنا يساوي صفر، شوف اللي يساوي مرتين نكتبها بداخل الاف بالمقارنة. تمام، واذا هذا الرقم اكبر من صفر، واذا هذا الرقم اصغر من صفر، مرة راح نسوي سي اوت سي اوت ذا نمبر از زيرو مثلا. سي اوت مو علامتين لازم اكبر؟ ها هاي كان السهم موجود مال الماوس من بين. تمام صح كلامك، هذه حتى واحد يتعاجز يكتب ايش يسوي، نسخ ولصق نسخ ولصق ونغير، هذا اكبر فنكتب هذا بوزيتيف وهذا هنا نيجاتيف. دكتور ايمو النمبر، اي صح شكرا جزيلا.
خلينا نعدلها. بار. شكرا. زين خلينا ننفذ ونشوف. Interior number خلينا نقول أنا حطيت قيمة واحد. زين. The number is positive. خلينا نجرب مرة ثانية. هنحط 10,000 positive. زين خلينا نحط ناقص واحد negative. خلينا نحط صفر zero. إذن ده يشتغل البرنامج مالتنا. تمام. بس C++ program هنا write a program that checks if the number is positive or negative. بس C++ أكو دائما أكثر من صيغة لكتابة البرنامج. هذه صيغة أولى. هذه صيغة أولى راح أقبلها صورة وغير بها رويك صيغة ثانية شلون تصير. هاي نكتبها positive and negative واحد مثلا نسميها هالشكل. زين خزناها راحت. هذا جربناه واشتغل. شوف يجي واحد يقول لي زين شنو هذه انت وصفر ولا موجب فما يحتاج تكتب انه شو اسمه تشيك هاي تشيك الاخير وتقول نيجاتيف. انا احط لي ايلس تمام قال لي هذا الحكي كله هذا بدون تشيك هنا اقول فهمت الفكره شلون وامسح هذه يعني ايش دا يقول يعني اختصر لي كونديشن ايش صار صار إذا كان صفر هالشكل إذا كان أكبر من صفر هالشكل else هو شنو البقى بقى أصغر من صفر تمام أطبع هذا نيجاتيف يشتغل خلينا نجرب نجرب نشتغل يشتغل خلينا نجرب ثلاث مرات بس قيمة مثلا 4 positive اشتغل قيمة ناقص 4 enter نيجاتيف اشتغل وقيمة الأخيرة اللي هو الصفر واشتغل. شوف الغلط اللي هنا صار. The number is zero. The number is negative. إذن هذه العملية ليش صارت؟ شوف إحنا جربناها حتى صار غلط حتى نكتشف شنو الغلط. إيه نعم. بس بعد إذنك هاي ال شو اسمه وين تروح ويطلع لنا هذا ال شو اسمه الكتابة كلية بالأسود؟ هذه أنفذ هنا أدوس هذا. أيوة. يتنفذ يطلع لنا بالأسود تنفيذ مادة. زين وهاي العد هاي المربعات الدت الملي هيج هي تطلع من الحالة؟ هذاني؟ إيه هاي. هاي هي من كيف إيش تطلع؟ هاي تنفيذ البرنامج يشوف شنو استخدام البروسيسور شنو استخدام الذاكرة إيش يعني؟ زين إذا يمكن يعني إحنا ليش دائما نطلع ونقول ران من جديد ما وقفت طريقة هو يعني مثلا اكمل ادوس واكمل اختارت رقم 4 قال لي مثلا بوزيتيف جاء سؤال جوا يعني شلون اكمل انا ليش الا اطلع وارجع من جديد ادخل نقدر نسوي احنا اللي كتبه هالشكل يرجع يسالنا احنا ما نسوي لوب يعني هنا انا مستعمل جو تو يضل يسالنا ممكن خوش فكره خلينا نسويها بس صار ان غلط اذا انتبهتوا عليه شنو الغلط صار شنو الغلط صار من تجاوز هذا تمام يعني من حطيت صفر ايش طبع لي من حطيت صفر كتب لي زيرو وراها اجى على في ستيتمنت الثاني شافها ما تلبي الغرض راسا طبع لي نيجاتيف فصار الزيرو يطبع لي مرتين يعني بغلط صار تمام يعني هالشكل صار زيرو ذا نمبر از زيرو ذا نمبر از نيجاتيف طبع لي هذا لانه هو زيرو وراها طبع لي الالس مال ثاني واحد نشوف الخلل وين صار شلون اعالج هذا المشكله هاي المشكله شلون اعالجها باختصار شديد اقدر اعالجها انه هذه يسويها النستد اف يعني الاف هذه مربوطه بنتيجه الاف مال هاي يعني هنا الالس تمام يعني اذا مو صفر طبق لي هاي الاف ستيتمنت عرفت شلون اذا كان هذا مو صفر شوف لي موجب لو سالب
هسه من يصير صفر ما راح تصير المشكلة نفسها، لأنه صارت هذه بالإلس ما ذيك، إذا صعبة شوية هو أصفن بها تفتهمها شوية يعني بعدين، ما تفتهمت الفكرة يعني؟ يعني دكتور قصدك إذا مو صفر راح يقول لي إذا مو صفر إذن موجب، إذا مو موجب إذن سالم. عافية بالضبط بالضبط. هسه من نخلي صفر ما يقوم يطلع عايق معنا مكرر مثل الغلطة ما قبل شوية. الصفر صحيح، الموجب صحيح، والسالب ناقص 7 مثلا، انتر نيجاتيف صحيح. ما ادري مألوف لو شوي مشوش، يمكن يعني اذا نخلي مجموعه اف 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 يعني بالبدايه شوي نشوشكم. فالفكره هذه يعني هذه بيشوفه صفر لو مو صفر، اذا مو صفر بيشوفه موجب لو سالب. ها هي يعني دي تشيك مرتين على نتيجة الأولى، دي تشيك مرتين، دي تشيك الأولى ونتيجتها وهنا الثانية يعني التشيك الثاني ونتيجته على نتيجة الأولى. هالشكل كان هذا يصير يعني ده. هذا هم كنموذج طريقة ثانية لحل البرنامج يعني. طبعا يمكن صار هسه الأول اللي كلها إفات يمكن أسهل من هذا. اي طبعا أسهل دكتور، وهم أنا منطقي أزيد يعني حتى يعني أبسط كفكرة يعني. أي خليها خلينا إيزي يعني، لا نبدأ وروحنا بالإيلس الإيلس الإيلس إيش صارت إيلسات زيادة اثنين بدون معنى يعني. فهذا كنا ما طريقتين لحل نفس البرنامج، أتمنى يكون واضح. راح أوقف التسجيل ونشوف لنا مثال ثاني وراه إن شاء الله دكتور. بس علمنا هاي الطريقة أحمد والدك هاي مال يظل مش